لنا شركة السنيدي اتيحت لنا فرصة مقابلة وإكرام واستضافة جروب عزيز على قلوبنا، والله ما جت المحبة هذه من فراغ. محبة الناس والناس اللي منشنتنا على حسابهم والفرصة اللي اتيحت لنا انه نشارك باسمنا وباسم اهالي منطقة عسير في ضيافة جروب مرتضى تحت شعار ضيفك وضيف عسير كلها. الحمد لله على هذه اللفتة، وإن شاء الله بإذن الله أن نكون إضافة اليوم جميلة معهم في سناباتهم. كل قمري تغنى ما زاد صار لمعته.